بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة المميزة. نذكركم هناك السهم للسيد منصور بن حمدان لنيبي صاحب التوقيت، صاحب العرض الأجمل في ميدان في ميدان ضوء، دقيقة 39 ثانية حدث. أيها الإخوة، لن يسجل في هذا العام وغيره. اذهب إلى المركز الأول لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري اللي يقدم الشاهينية شواهين، وهناك حميد بن محمد بن عبد الله الخاطري، وفي المركز الثالث تكريم محمد بن علي بن علوان الاجتبي. الله يا كيف يا كيف يا كيف، كيفني يا نبي منصور بن حمدان بن ناصر بن حمد علي نبي، من يقدم كيف هناك من الجانب الاخر. الله يا كيف، الميتين المتر الاخيره، انا بقول كيف الكيف تركض على الكيف، والشوط الاول تحله ملها ملح لها حلو التواصيف. يا منصور الاول عن الباقي تلة، أول عن الباقي التلة، أشهد أن تلة والتوقيت وتلة والنقطة الثانية. سلام سلام للسيد أيها الإخوة منصور بن حمدان بن ناصر بن حمد علي نبي المركز الثاني، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري تكريم ثالثا، لمحمد بن علي بن علوان المركز الثالث. هناك اللي في المركز الثالث الغربة في ثلاث مراكز عبد الله بن محمد الغويص. هكذا أيها الإخوة فعلت كيف، أيها الإخوة فعلت كيف، هكذا فعل لنبي هناك مع الشهم، وهنا يأتي بالكيف أيضا لمنصور بن حمدان بن ناصر بن حمد علي نبي. التوقيت دقيقة 41 ثانية 19 جزء من الثانية، والسلام الثاني إلى أهالي مدينة العين. سلام.